يعني بروسبكتيف ريتروسبكتيف والحاجات دي كنت بسمعها كتير قوي قريب. عارفين يعني ايه الكلام ده؟ مش كده ولا؟ اه يا جماعه اه ولا لا؟ لا يعني عرفتوه طيب؟ اللي مش عارفينه يعني ال ار سي تي اللي هي اللي هي الرندمايز كنترول ترايل، لما نيجي نشوف الفاريكوز فينز مثلا بتعالج احسن بالجراحه ولا بالليزر، في طرق جديده لعلاج الفاريكوز فينز هنقولها ان شاء الله قريب قوي. يبقى هنجيب الناس اللي لسه جايه لنا اللي هم عندهم ديزيز قريب من بعض، ما عندهمش خدمات كتيره، وات راندوم، بتلاقي راندوم من غير ما حد يبقى عنده بايس انحياز اي نوع من الدور باك، يجي اكس يديله علاج جراحه، يجي واي يديله جراحه، يجي زد يديله ليزر، بعد كده نقارن الريزلتس اسمها راندمايز كنترول ترايل عشان نعرف بالظبط. يعني ما ينفعش انا اجي اقول الليزر احسن عشان تفوق في 100 عيان ونتائجه كويسه، نتائجه كويسه طب بالمقارنه للجراحه الكونفشن دي انا لازم اجيب عينين اتراندم من غير ما انا ابقى منحاز، من غير ما اقول اه ده شكله هيبقى كويس للليزر اعمل له ليزر، ده شكله كويس للجراحه اعمل له جراحه، لان لو عملت كده ابقى نتائجي منحازه، لان اخترت مجموعه من الناس فيهم ديزيز معين يتعالج بطريقه معينه يبقى انا انحست، يبقى نتائجي مش هتبقى مظبوطه. يبقى اسمها راندمايز كنترول ستادي، والراندمايزيشن ده لحد ذاته قصه، وزاره دي راندمايز دي قصه. يعني في ناس بيراندمايز بطريقه بسيطه يقولوا الناس اللي هيجوا لنا يوم الاربعاء هيبقوا يعملوا كده، الناس اللي هيكونوا يوم الاثنين يعملوا كده، يبقى اوريدي الواحد عنده معرفه ده هيعمل ايه. احنا عايزين محدش يبقى عارف الا يعني الغيب يعني. فتبقى اسمها راندمايز كنترول ترايل، اسمها ار سي تي. طبعا دي بتبقى بروسبكتيف، مش هتنفع تبقى بروسبكتيف، يعني مش هنجوز عيني في الزمن القديم. الالتيميت في الترايلز او في الداتا هو ان الواحد يعمل ميتا اناليسيس، ان الواحد يجيب الترايل اللي محمد عملها واللي سامع عملها واللي راجع عملها، وبعد كده يطلع منها داتا يقوم يقول عليها ميتا، ميتا اللي هو بيان، مش بس الترايلز ولا اللي عملها ولا عملتها، جمعناهم على بعض طلع منهم داتا. اتكلمنا امبارح كمان على اثنين برنسبلز كده منهم تاني النهارده، اللي هي البرنسبل بتاعت الفيل تشينج او الفيل كانسرايزيشن. قلنا ان لما اريا من الجسم تتعرض لكارسينوجين بيبقى ممكن يكون فيها مالتيبل تيومرز يطلعوا ات ذا سيم تايم او بعد بعض، واحده وتطلع الثانيه، وسموها سموا الحكايه دي فيل تشينج او فيل كانسرايزيشن. بتحصل في الهيموثيليوم، بتحصل في الرين كتير قوي، بتحصل في الاورال كاب كتير قوي، بتحصل في الجلد كتير قوي، اسمها فيل تشينج او فيل كانسرايزيشن. عايزين بقى زي ما عايزين نتكلم على الكانسر بتاعنا بطريقه سيستماتيك، طبعا بنبدأ بسيطه عارفين اجزاء منه كتيره، اجزاء الكلينيكال الكلينيكال عارفينه كويس. طبعا بنتكلم عن الكارسينوما اللي هي الكبيرة فيوز، ممكن تبقى في حاجات نون ديتيل مالناش دعوة بيها. فالبوكسز بتاعت الكارسينوما بتكون معروفة الاثنين، الأول بالإيتيولوجي. هنمشي بطريقة مرتبة، قول لنا يا شيماء، شيماء صح؟ قول لنا أنت عارف يعني الإيتيولوجي بتاعت الكانسر بتاعنا؟ بالظبط الأسس، الكلاسيك أسس. يعني دايما الكارسينوما بتاعنا من زمان قوي ريليتد للاسيدز المورفين. الكلام اتغير بس لازم الواحد يعرف قال ان انا فيري كلاسيك، حاجه من الفيري كلاسيك كينجز اللي هم الاسيدز السموكينج. طبعا الكانسر تانج ريليتد لحاجتين كبار قوي اللي هم السموكينج والالكوهول، الحاجتين دول ريليتد قوي للكانسر تانج. فالسموكينج والسبيريت، سبيريت صح يعني الكوهوليك درينكس والسبسز والشارب توت بتاع الاورال هايجين يعني، والفين سبايسز. لا السبايسز مش مكتوبه، سبايسز مكتوبه يعني سبعه، يمكن شارتوف وسبسز قريبين من بعض. طبعا الكاسيك سيفلس والسيفلس انتوا عارفين ما تفتكرش ان حد عنده سيفلس دلوقتي، الله اعلم، بس يعني
قليل طبعا. السبايسز دول الكلاسيك ريديسبوزنج فاكتورز اللي هم السموكينج، كل انواع السموكينج، كل انواع التوينج اوف توباكو، الريفرس سموكينج، البايبس، كل حاجه، كل حاجه بتجيب. باد اور هاجين ناس عندهم سنان كيريس وعندهم بقهم شهيق، ما هو بقول دي كلاسيك. والكانديلا لازم تشوفوا من الكانديلا، لانه الفري كانسرس ليجنز معروفين، ثلاثه معروفين، دول ما فيهمش كلام، دول دوكيومنتد، دول في ديسبوزنج فاكتورز، دول في كانسرس ليجنز في الفاميلي، اللي هم الميكوبليكيا والهيتروبليكيا والكرونيك هايبرتوستيك كانديلا. عاوزين تعتبروا سبسز دي كانديلا، عاوزين تعتبروها باد اور هاجين وات ايفر، عاوزين تعتبروها نيتف للفيك، لانه طبعا الفيك الكيرس دي بتبقى متعلقه بالباد اور هاجين وات ايفر. بس ذس از فيري كلاسيك بوكس، يعني ما ينفعش تبقوا قاعدين في الكانسر تاون حتى لو كانت الايونيك بس مش على الاسنس. حاجات كلاسيكيه قوي بدل ما نقدرش مش فوق كده ببساطه. فدي البوكس الاولانيه، الكانسر تاون طبعا كانت كبيره قوي في الرجاله وقلت في الستات، لغايه ما الرجاله بقوا بياخدوا بالهم من ضرب بقهم والسيفلس والحاجات دي، والستات كانت بتطلع بشرب سجاير، فالنسبه قلت قوي، الفرق قوي. كان زمان 10 لواحد، دلوقتي بقى 2 لواحد، الفرق بقى كبير قوي. والسن كان فوق ال 60، دلوقتي بينزل يمكن يبقى فوق ال 45، السن بينزل، والايدج الجندر الايدج بينزل، والجندر ديفرنس بتقل، والحاجات اللي الواحد بيعتبر انها ريليتد للكارسينوما تانج، كارسينوما طبعا دي بتيل تيومر، الاسس السبعه ولا السته المعروفين، ال 6 ولا ال 7 اسس، السبايسز البتل السبايس المعروف، والسيفلس. الناس الايجنز بياكلوا سبايسز كتيره وبتعمل لهم ايجن في بقهم مشهور اسمه بورال سميكوس فايبروزز، يبقى عندهم سميكوس فايبروزز في بقهم ولسانهم، ما يبقوش عارفين ولا يفتحوا بقهم ولا يتكلموا، وده من الليجنز اللي هي مش فارق، ما حدش عارفها كتير، اسمها اورال سميكوس فايبروزز، ودي بتبقى اسوشيتد مع كارسينوما كتير. هو احنا بنتكلم عن الطن، بس الحقيقه الريس فاكتورز دي بتاعت الايه؟ بتاعت الاور كاب كلها، الانسان والفيك والادلوس والفلور والفلت والليب والطن طبعا، نعم مخصصين كلامنا على الطن عشان بقى مش هنقعد نتكلم على كل واحد من دول سنه، يعني لكن هم قريبين قوي من بعض. فالسبايسز معروفه، والسيفلس، السيفلس قلنا امبارح السيفلس ال الوسايد بتاع السيفلس ولا الجامعة بتاعت السيفلس، يبقوا الجامعة لو تفتكروا بتبقى موجودة في الوسط، والفيشنز بتاعت السيفلس بتبقى ماشية بالطول عكس الفيشنز بتاعت الكونجنت اللي يعني ما فيهاش بالطول، كلها بالعرض. السيفلس بيجي في الوسط، مع ان الترسيمة اللي هي دايما بتيجي في الوسط، لكن الوسايد بتاع السيفلس اللي بريدسبوز الشارلوت والدنتال السرز والكرونيك اريتيشن بتاعها، السبسز والسبيريتس مهمة قوي، والسموكينج بكل انواع التوباكو العادي والتشوينج والريفرس سموكينج والبايبس والكلي بايبس اللي كانوا بيستعملوها، كل الحاجات دي. في كانسر سيشنز دوكيومنتد هم الثلاثه، في كانسر سيشنز دوكيومنتد هم اللوكوفيكا اللي هي الوايت باتش، والهيتروفيكا اللي هي الريد باتش، ونعم ان يبقى في اتوكي اللي بتوزع بتبقى السب بتوزع باينه منها اسمها الاريثروبليكيا، وطبعا الاريثروبليكيا اللي هي كحله الاريثروبليكيا الاريثروبليكيا اللي بيبقى عليها سبيكل اريثروبليكيا، سبيكل يعني نقاطها. لما نخلص النهارده لما نطلع فوق الاسم نبص على حاجه صغيره قوي، حاجه صغيره قوي، نشوفها في حالات امبارح في حاجه كده بس سبوت هنشوفوها في دراع بني ادم هنتعمل عليها لما نخلص، بس ما تنسوش ان نطلع نتكلم باكر الاول نشوف بس اللي عندنا موجوده ولا لا. في كمان الكرونيك هايبرتروفيك كانديدا، الكانديدا معروفه، الكرونيك هايبرتروفيك كانديدا برضه في ريسبونس للكارسينوما بتاعت الكانديدا. في ليجنز مش متاكدين تبقى اسوشيتد،
الاورال سابيتوسكلروز ده في الايجنز بس، يعني هو مش حاجه موجوده كومن. تلاقوا السابيكوزا بتاعت الاورال كافيتي فيها اكسسيف فايبروزز، غالبا بتبقى رياكشن للتشيريز والحاجات اللي هم بياكلوها السبايسز دي، وتخلي بقهم الجلوكوزا بتاعتهم تذرت تو ذا اندرلاين تيشوز باي ستراندز اوف فايبرس تيشوز. بعد شويه تلاقيهم مش عارفين يفتحوا بقهم ولا عارفين يتكلموا ولا عارفين يبلعوا. شغلانه الانسان بتبقى انترفيل. طبعا السبيرفينيك ديسفيجيا اللي هي انتوا عارفينها يمكن اسم اللي هو توماس فينسون او باترسون كيلي سندروم، اللي هم يبقى عندهم ستات يبقى عندهم ارن ديفيشنسي انيميا وعندهم فارنجايتس وسكومينج ويجيلهم بوست ريبورت كارسينوما يجيلهم يبقى اسوشيتد مع اورال كانسرز. سيديرو يعني ايرن طبعا وكيميا يعني ديفيشنسي والحاجات دي. الكلينيكال هنتكلم عن الكلينيكال عشان تعطيهم بسرعه قوي ولا بلاش نتكلم عن الباثولوجي. خلينا نتكلم عن الباثولوجي الكلينيكال اللي تعطيهم. الباثولوجي طبعا العناوين المعروفه. انا عايز اتكلم على الماليجنسي وسام عارفهم طبعا مش كده؟ يعني لما الواحد يتكلم على الباثولوجي العناوين الاربعه اللي هم الجروس والميكروسكوب وبعدين تحت ال جايب من الكومبليكيشنز ايه؟ السبريد. السبريد ان دي اكتر حاجه تميز الماليجنسي ده السبريد الستيجنج و بس يبقى الميكروسكوبيك جريدنج يبقى جراس وميكروسكوبيك وجريدنج. عارفين الكلام ده من زمان قوي 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 دلوقتي الحمد لله. و السبريد والستيجنج والكومبليكيشنز اذا كان في سبيشال فيتشرز والبرنوزز سبيشال فيتشرز يعني بتطلع فيهم الماركر ايه بتعمل ايفكتس غريبه ايه حاجات كده. ف عارفين قلنا ده كنت عارفين من الاول التيومرز بتجس وتماتيور في تيومرز معروفه واحد يشيل فاميلي ساكن مستر جاس ساعات التيومر يحصل له سبونتينيس اجريشن هو نفسه او ماتيوريشن بعد ما يكون عنده تيومرز دي ماتيور. الحاجات دي كلها معروفه قليله بس معروفه. فالجاس دايما بنحب نقول فيه سايت بنحب نقول دايما الجراس السالب بنحب نقول دايما في الميكروسكوبي السالب السالب الارض. فالكنس التان راسلي يبقى جاي فين؟ انهي جزء التان؟ سايت التان وصفنا القصر بتاع امبارح بالتفصيل اللي هو الانتيتو ثيرد السايت. لكن ما يمنعش طبعا يجي تبقى اندر سيرفيس ما ينفعش انه بعد كده يجي في التفصيل ثيرد يبقى وحش. في التفصيل ثيرد وحش ان هو بيضغط على الهيل واي لانه بيستاد بايلاتري ما بيبقى ديفرنشيتد لانه مكان صعب الوصول له تشخيصيا وجراحيا فيخلي التفسير ده كله حاجات وحشه قوي. وهو طبعا ممكن يجي نادر لما بيجي في التيب اب ريد لاين حتى دي نادره مش معناها انها مستحيل يطلع فيها بس نادر لما يجي فيها. طبعا الجراس ابيرنس البوكس بتاعت ما كتبتهاش البوكس بتاعت الجراس ابيرنسز بتاعت الزرزمه بطل مين عارفها؟ مين يعرف ال فانجيتنج ماس او انفلتريشن؟ اه بيبقى سؤالين بيبقى ممكن تبقى سابيكوس نوديول ممكن تبقى سابيكوس نوديول طبعا مهاش كومن لكن ممكن انتر نوديول او تبقى حاجه بتنكس ميمبرين التكستشر بتاعتها بقت ابنورمال يعني ان فورم اوف بليك او بلاك زي ما بيقولوا ممكن تبقى بليك مش انتر نوديول تبقى حتى بس ابنورمال تكستشر. طبعا ان ذا بيست كيس سيناريو الدايجنوز بتاع الكانسر بتاع الاورال بيبقى فيري ايرلي في الفيز دي. ان ذا ورست كيس سيناريو بيجي بقى بالبين والسلايفيشن والفيتر والكلام اللي هنقوله. لكن ذا بيست كيس سيناريو بيجي هم لسه فيري ايرلي يمكن مين اللي ياخد باله منهم؟ الدنتست يمكن لو العيان راح للدنتست يمكن يقول له انت عندك اورال ليجن لازم يبقى بايبسي. طبعا ممكن يجي فورم اوف انسر واحنا وصلناه امبارح بقى مش هنقعد نقوله اللي هو على السايز والريز ديفيرتد والديوريشن والنيكروتيك فلور والايسبرج والحاجات اللي انتوا عارفينها دي مش انتوا عارفينه ولا ايه؟ هو ممكن يبقى ألسر غويط ماشي بالطول يبقى ايه؟ مش يبقى فيشر يبقى فيشر يعني فات اني ليجن بتاعتك بتزيستس فور وايل زي ما كاتب هنا الديوريشن والانديوريشن والكادرينج والليف نودز الثلاثه فيتشرز اللي شككوا واخر
نوع اللي هو يبقى ديفيوز انفلتيشن قد يبقى ديفيوز انفلتيشن فيري هارد اللي هو الهودي الهودي تانج او انتوا عارفين البيسك فورمز اوف كارسينومز ار يوجوالي كولي فلاور ماس او نوديول او كولي فلاور ماس اند ألسر وساعتها في ديفيوز انفلتيشن او دي اريا فهم هم ما بيقومش حاجه غريبه يعني ألسر وفيشر هو ده نوع من الألسر اللي يبدو بلاي بس غويط وطويل عشان يبقى اسمه فيشر وألسر بريز انفيرتد ايدجز نيكروتيك فلور ريز انفيرتد ايدجز انديوريشن ايسبرج الحاجات اللي معروفه عنه والديفيوز انفلتريشن الطعم كله يبقى فيري هارد ماس والموديول والبلاي الفيك معانا انها تبقى ان اريا اوف ابنورمال تكستشر اللي طعم يبقى دي الجراس ابيرنسز مايكروسكوبيك زي ما قلنا قبل كده التام كانسرز زي ده اللي هو الكافيتي الليب الابر والور والالفيولس والهارت بالت والصف بالت والفلور والجيف واللارنكس والفارنكس والفاريكوم فاصة والساينسز والكلام كل ده اللي هي دي كلها تبقى سكويم السيرم تبقى سكويم السيرم ولا غالبا تبقى ادم ممكن تبقى ادم طبعا في التام والور كافيتي طبعا من الماينس ابيرنس ممكن بس نادر فمايكروسكوبيا ده بقى سكوير السيل طبعا السيل بارج ان هي ما فيهاش كلام دي الكتير السيل ما فيهاش حاجه لكن ساعات الواحد بيبقى عاوز يعرف ايه السيل بارج ساعات التيومز اوف التام تبقى بيزل سيل ساعات الناس يجي لهم اعوذ بالله ميلانوما جوه بقهم في ناس معروفين عندهم سيندروم مشهور بيبقى عندهم بيجمنتيشن في بقهم بالظبط كده بيجي لهم مين اللي يقول؟ رامي بيقول اسمه البوينت سيجر سندروم شفنا السنه اللي فاتت واحد ولا السنه اللي قبلها بيجي لهم ريكارنت اكيوت ابدومينال بين وعندهم بوليبس في الباول بيجي لهم انت سسبشن بيجي لهم كل شويه ابدومينال بين ويحتاج يرتفع تايمز عندهم بيجمنتيشن اللي يفضح الموضوع كله اللي مع قاعد يبص على البق يلاقي بيجمنتيشن في البق يقول ده بوينت سيجر سندروم مليان بوليبس اسمه البوينت سيجرز اقوله بالمره اقوله لا انتوا خلوا بالكم هقوله بالمرة عشان جبت سيرة الايه؟ الميلانوما البرور كابتن هنعمل ميلانوما قريب قوي ان شاء الله. الميلانوما ان ابروتش الميلانوما بالراحة كده. جيتها قريب قوي ان شاء الله اسمه بوينت سيجل سندروم. ده بقوله بالمرة ملوش أي دعوة بكاس الفن لأن أنا قلت إيه؟ ميلانوما فقلنا ميلانوما بيور الكافيتي فقلنا بالمرة البيجمنتيشن بيجي فيه في البق مشهور من الحاجات المشهورة ويبقى واحد جاله في الطوارئ أنا عنده انسان ابستراكشن فتح رواية السبشن فرح بيه وعمل جراحة وشالها واحد تاني يجي يقول له هو ايه السبب؟ تعالى كده نبص على بقه يقول له ده بوينت سيجرز يقول التاني ما بقاش عارف يعني ايه بوينت سيجرز يقول ايه اللي هو بيقوله ده؟ فدليل على ان ازاي السيستماتيك اكزامينشن بتاع الجسم هيدل على حاجات بيبقى نادر لما يقول حاجات كده بس لو قلت تطابق هيوصل لكل حاجه. يبقى ده الميكروسكوبيك الجريدنج طبعا الجريدنج بتاع سكيرم السيل كارسينوما بتاع سكيرم السيل ممكن يبقى ادم ممكن يبقى ليزر ممكن يبقى ميلانوما بس ممكن بس ده كله قليل يعني لو الواحد ابتدى بيهم هيبقى غلط انه في مصر مجورتي هنتعامل معاه انه سكيرم السيل طبعا على حسب يا عم السيل ليست قد ايه انتوا عارفين البرودر سيسيجيشن بتقسمها قد ايه ديفرنشيتد او قد ايه ديفرنشيتد الديفرنشيشن ده مايكروسكوبيك فيتشر هو بيديترمن قد ايه التيومر اجريسيف والبرنوزس بتاعه طبعا ال الستيت السبريد السبريد اللي بنسموها بالطنج انتوا عارفين السبريد ازاي في ثلاث طرق السبريد مشهوره قوي كل حاجه في السبريد ثلاثه طرق مشهورين اللي هو دايركت والبلاد هول وفي ثلاث طرق تانيين او اربعه اقل شهره اللي هم الترانسيلوميك والامبلانتيشن والانترادكتال والبرينيورال لكن في طرق بتسبد لكل الحاجه اللي هي البلاد بورد الكانسر بتاع ده بيبقى له اوريجينال بروبلم لكن ممكن قوي يبقى متستاتيك وطبعا اي واحد عنده اي مليون بيت بازم في اي حته من جسمه بنعمله دايما تشيست اكس راي او نوت ساوند از بيز لاين باتري او انفستيجيشنز فور ذا ميتاستاسيس انتوا لما تطبيق الكلام ده لما انتوا تبقوا نواب بتمروا على عينه طلع عنده حاجه
اعوذ بالله مليك ده، انت انتوا مش هتستنوا حد يقول لكم اطلبوا ده، هتعملوها از روتين. لو ما عملتوهاش هيبقى عندكم ديفكت بيسك نولج، فاك يبقى تشيس سيو وقدر صمت كل الناس. الليمفاتيك احنا عملناها، الليمفاتيك صلاحة الطن. مين يحب يقولها لي؟ مين المنطقة فوق دي؟ مين يا جماعة يحب يقولها لي؟ فاطمة تحب تقولي الليمفاتيك صلاحة الطن؟ طب الفكرة حتى فين؟ النساء بيودي فين؟ لما بيقولوا على الرقبة سكان فوق سكان تحت، بيقولوا ما يعني الطن هيروح اللي هو ديك سرفايكل ما ينفعش. قول بالظبط. يعني الواحد لو قال اب دي سرفايكل وسكت هيبقى صح، بدل ما يقول ما اعرفش. لو قال سب مانديبل هيبقى صح. لها تفصيل طبعا، لكن مش مهم التفصيل يضيع البيز. يعني لو قالت دي كده هتنجو، لكن لو قالت ولا حاجه هيتعقلت ولا حاجه. اي حاجه احسن من ولا حاجه، لا قطعت اي حاجه، اي حاجه تتعدل ولا حاجه تتعدل ازاي يعني؟ فيبقى زي ما انتم عارفين كل جزء، كل نص من الاثنين تو ثيرز بيروح على السم دي بتاعت ناحيته، وبعد كده الابديك سرفايكل. الجزء الوراثي بيروح على الابديك سرفايكل عند الناحيتين، والتيب بتروح على السبمنتال، والميد لاين زون بيروح على السبمنديبلر الناحيتين، وبعد كده الابديك سرفايكل. الجوجل هم هيوجه الليمف نود بتاعت الطن، ممكن وهي معديه تعدي يوصل في المنبل. ممكن طبعا تيبولايز او تيبولايز او تبرنيت الليمفاتكس. كنا ممكن ما قلناش ان الفيلم بتاعت الطن الا هنا. انت ممكن خليناها عملناها هنا بس، لكن احنا اوريدي عملناها من الاول ورجعناها تاني. اللوكال سبريد الطن هي اللوكال سبريد. اللوكال سبريد طبعا اذا كان في تو ثيرد غير السي ثيرد، السي ثيرد وراه على طول الفارنكس واللارنكس، فالسي ثيرد هيروح على طول. ما هو ده الابيجلوتس، يعني السي ثيرد على الابيجلوتس هيروح على الاير واي. عشان كده الكوسيه تلت اوحش، عشان كده كان سرطان ساعات يعمل ايه؟ اسفكسيا، نمط الاسفكسيا. طبعا البوكس دي هي البوكس بتاعت الكومبليكيشنز بتاعت الكانسر بالطن، وبيبقى بيروح على الفارنكس، عشان كده بيعمل ديستينج لان الطنج عشان الواحد يبلع على الصم يتفرق وعلى الصم يتشو. والانتيريور تو ثيردز هيروح طبعا يلاقي نفسه ممكن يتبرع عند السيرفس على فرو ذا ماوث على الماندبل، ممكن كروس الاذر سايد ينفلتيت الاكسترينسك ماسلز بتاعت الطن. في كام اكسترينسك ماسل الطن؟ الماسل الطن عباره عن شويه عضلات عليهم سكويم ستال ابيثيليوم وساب موكس، لكن في عضلات اربعه اللي هم الاربعه ماسلز بتاعت الطن اللي جايين بره الهايو بلوسس. الهايو بلوسس انتوا عارفينها قوي، الهايو بلوسس المشهوره بالحاجات المعديه عليها، وقدامها مين؟ جيني بلوسس وستايل بلوسس وفلاتو بلوسس اللي هي تبع الفلات، عشان كده سبلاي بالبيجز مش بالهايو بلوسس. اربعه ماسلز، واحده في الدب بلس اللي هي جينيو بلوسس، وراها الهايو بلوسس. هو جينيو وبعدين هايو بالعقل، وفي الورا ستايلو اللي من فوق الفلات والبلوسس. هم أربعة ماسلز بساط قوي قوي، ما فيهمش أي حاجة. الكرسون ده طنج الماسلز دي على طول تبقى تي 4، على طول تبقى تي 4، ما فيهاش أي كلام يعني. مش مهم أوي دي إن إم، بس إحنا قلناها بنقوله كمان دقيقتين في نقطة العلاج. يبقى السبريد سهل قوي. الستيجنج إيفكتس أند كومبليكيشنز هم مكتوبين، إيفكتس أند كومبليكيشنز مكتوبين طبعا. في أربعة كومبليكيشنز مشهورين للكانسر بالطن، ان هم بيفلتت اللينجوال ارتري بيعمل بليدنج. انا شفت على الاقل واحد كان حد عمل له حاجه في الطنج ونزف وطريقه الركبه السن ايه السن قصدي فراتد على الناحيتين، وهي اسفكسيت وهي اسفريت. هي اسفريت ان الكروتيك ماتيريال موجوده في اللسان في البق، هيعملها اسفريشن يجيله اسفريشن نمونيا، وطبعا مش هيعرف ياكل ولا يطلب ولا يبلع، يبقى عنده كاشاكسيا. ممكن تكون بسبب ده، ممكن يكون بسبب سيستميك تيومر فاكتورز تطلع تعمل كاشيكسيا وانوريكسيا والحاجات دي. فدي بوكس بتاعت الكومبليكيشنز والايفكتس المشهوره دي، الكومبليكيشنز دي التيرمينال ايفنتس البليدنج والاسفكسيا والاسبريشن والكاشيكسيا. الحاجه الثانيه الستيجنج، مين هيحب يقول لي الستيجنج؟ محمد طلع يقول لي الليف نود ستيجنج بتاعت
الكانسر بتاع الاورال كافيتي الليمف نودز اللي هي الان كل عارفين تي ام ام ويو اي سي سي تي ام ام ويو اي سي سي اللي هو الانترناشونال يونيون اجينست كانسر اكس يعني مش عارفين نعمل لها اسسمنت وزيرو يعني مفيش في واحد ان 1 لها 3 شهور ان 1 طبعا لازم تبقى نفس الناحيه الناحيه الثانيه دي بتبقى كارثه لازم تبقى نفس الناحيه وسنجل واحده اقل من ثلاثه بالظبط زي ما هو قال بالظبط يبقى ثلاث حاجات تبقى نفس الناحيه تبقى اقل من ثلاثه وتبقى واحده واي حاجه اكثر من سته هتبقى ان 3 بغض النظر عن هي ايه اي حاجه اكثر من سته تبقى ان 3 والان 2 ان 2 هنبقى هنزود على ان 1 يبقى ايه؟ يبقى نفس الناحيه بس كبيره نفس الناحيه واحده بس كبيره وواحده وكبيره وصلت من 3 ل 6 او نفس الناحيه بالظبط او تبقى بايلاترال او كونترالاترال لغايه 6 او تبقى مالتيبل لغايه 6 عارفين المومنتو ده ولو مش كده الفيزون بتاعت كل الاورال كافيتي زي بعض لان 1 لها 3 شروط واحده نفس الناحيه لغايه 3 سم ان 3 اكتر من 6 ان 2 هتبقى السايز اللي من 3 ل 6 لو كانت واحده نفس الناحيه او اي حاجه بايلاترال او اي حاجه كونترالاترال لغايه 6 لانها ما تنفعش تبقى بايلاتر او كونتراتر لسه تبقى ان 1 على طول ده ان 2 يبقى هتبقى من 0 لغايه 6 او يعني من 1 لغايه 6 والحاجه الثانيه تبقى مالتيبل يا اما تبقى من 3 ل 6 نفس الناحيه واحده يا اما تبقى مالتيبل يا اما تبقى بايلاتر او كونتراتر كل دول بيبقوا ان 2 ان 1 قصدي تي مش بنعرف تي ولا تي برضه بنعرف تي ايه؟ تي 1 طبعا تي نوت يعني ما فيش تي اكس كانوا بي اساس تي اي اس انسايتو انسايتو كانسل وتم معروفين انسايتو معروفين ما فيهمش اي حاجه سيلو لو ممكن تبقى مالتيبل سيلو تي ممكن تبقى مالتيبل والكونسبت هتكتبوا انتوا سيم فيل تشينج او فيل كانسلايزيشن فيل تشينج او فيل كانسلايزيشن ما بين قوسين جنب المالتيبلسيتي وكنا لسه بنقول بعد كده تي 2 لغايه 2 4 تي 3 اللي هي اكثر من 4 وتي 4 اللي هي الحاجات بره واخده الالفيولوس واخده الاكستنسك ماسلز واصله للسكال بيز عامله انكيسمنت للكاروتيد حاجات عاوز اقول لك كلها وحشه قوي لكن تي 1 اللي هي لغايه 2 تي 2 2 4 من وجهه نظر انا بعمل بريست مش كده بس بدل 5 4 تي 3 اكثر من 4 والحد بتاع الريديو ثيرابي هو لغايه 4 سنتيمتر يعني الريديو ثيرابي بيبقى افكتيف كيوريتيف في الليجنز لغايه 4 سنتيمتر يعني اللي هي لغايه تي كام؟ تي 2 تي 2 يعني تي 2 2 4 تي 3 اكثر من 4 بعد كده حاجات لبره بقى حاجات لبره واخده البوم الماندبل مقصره على السوسيك ماسلز مأثرة على وصل لغاية السبال بيز التنجويدز عاملة انكيسمنت للكاروتيد عارفين كنا كتير بنقول الكيومرز انكيس الكاروتيد او الفيسلز اكتر من ناحية تانية فدي الستيجنج التي ام ام وده الانفكشن كومبليكيشنز والبروجنوزز الكانسر تام لو هو ايرلي بيوصل في اليوسبا او فايف يوسبا في 80 لو هو ليت بيوصل بقى لغاية 20 30 5 years survival طبعا وبعد كده جينا للكلينيكال اللي هو المفروض انتوا هتبقوا عارفينه كويس قوي الكارسوما بتنج الكلينيكال اسيت ساعتها مفيده ولنا السيمبتومز الناس دي اوكي هو احنا بنقسمه مجموعتين ممكن نقول عليهم الثلاث مجموعات المعروفين اسيمتوماتيك نون كومبليكيتد
ممكن يعني اسيمبتوماتيك وديتكتد باي دنتست لسه كنا قايلين ممكن نون كومبليكيتد كيسز هيجوا بديجن متابلت ذا زوت ريسبونس يوجوال ميجرز. ودي حكايه الديوريشن الديوريشن مهمه اسبوعين ثلاثه واحد كتير ليله الليجن ميبي المضمون ليجن انسر ميبي افيشل maybe an area of abnormal texture detected by the dentist or by the general practitioner or by the special surgeon or by the radiation therapist or the oncologist, whatever. لكن الحاجات الليت اللي هم هنعتبرهم complicated اللي هم ابتدوا infiltrate the surroundings. يبتدي infiltrate the lingual nerve ويأثر على the lingual nerve يبقى عنده pain في الطن بيفرق في the ear. Pain in the ear. A lump in the tongue that is ulcerated will become infected, and the infection will become infected and cause a fetal. It will cause excessive salivation. طبعا saliva may be a stain with a drop or two of blood. It will have a blood stain and في ulcer. وبعدين الفانكشن بتاعت الطن تبتدي تبقى impaired and there will be tearing. I'm kilo glossia, very famous. If you find a lesion without responding tethering, you get worried about it. You may have a fee, this arthria, a fee, this phagia. Well, I've got right with the airway, who can handle the airway compromise. So, now I'm about complicated hydro bleeding, asphyxia, cachexia, aspiration. So, I've been monkey, the rock, and the lock, I have a problem. You know, old lesion, the tongue. عمل ايه؟ عمل ألسر. لما عمل ألسر irritating the oral cavity عمل excessive salivation. في necrotic material بقى في fetal. Necrotic material اللي aspirated عملت aspiration. بعد شوية lesion infiltrated the lingual nerve وقرب منه هيعمل pain in the ear. The nerve artery عمل bleeding. Muscle عمل tethering. خلاه مش عارف يتكلم، خلاه مش عارف يزرع. قريبه من الاير واي تبقى عملت اير واي كومبرومايز. ممكن نقلب الكلام ده كله بكومبليكيشنز كلينيكال برزنتيشنز وليت برزنتيشنز. يعني يعرفها مره واحده بس. ممكن يبسطها يقول تمام يعني الميكوزا والمسل والنرف والارتري وخلاص. هما دول مكتوبين اللي هي السلايفيشن والفيتور والديسفيشيا والديسارتريا. ديسفيشيا والديسارتريا طبعا لانه اللسان ما بيتحركش فمش عارف ولا يتكلم ولا عارف يبلع. البين اللي فيتو الاير الاوريكولو تمبرال لان التنج سبلاي باي لينجوال واللينجوال مندبلر والاوريكولو تمبرال مندبلر والكور ده تمبناي بتاعت الفيشن كمان سبلاي تيست بتاع التنج تدي برانش للاوريكولو تمبرال والبين والبليدنج البليدنج اللي هو يبقى اب فور فينتال بليدنج او بلاد ستين والاير واي كومبرومايز. طبعا ممكن العين كمان يجي له نك لمس اللي هي ليف نوت ممكن يجي له هوسلس من الكارت ريجيونال افكشن او من الريجيونال افكشن. الساينز المهمه الساينز اللي احنا قلناهم اللي هي انجليشن او الفيتشرز الخطر والانجليشن والتابرنج والليف نوت. وبعد كده الديفرنشال دايجنوزز طبعا في الاذر تان ليجنز الاذر تان ألسز اللي احنا الحمد لله قلناهم. عدديني اثاره عدديني اثاره للتان ألسز اللي تعرفيهم. تيوردس عند الكيك. كيك. على السايد من ايه؟ تروماتيك دنتال على السايد صح؟ سيفيليتك في الميد لاين. الكانسرز على السايز اللي احنا بنقولها. فرينال على الكلوبين كاب على الفرينم. وطبعا في الباشر والابتوس والهيبيتك واللايكن تانس كل الحاجات دي. غير طبعا ممكن الليجنز بتاعت الطنط تفرق بينها وبين لينجوال تايرويد انها عامله ماس. مع ميديان هرمون جوسايتس انها عامله اريا انفلاميشن وابنورمال كولر اند سو اون مع كونجنتال فيشر. مع كل الحاجات بتاعت اللسان ما فيهاش اي حاجه. الانفستيجيشنز اللي ممكن نعملها
طبعا المين دي هتبقى عاوزين لما نوصل للفين فيلد هي هتبقى حاجه عاوزين تتكلم شويه. هنتكلم على الانفستيجيشنز. مين حد يقول لي انفستيجيشنز اسمها ايه؟ الانفستيجيشنز ممكن نعملها عاوزين نتكلم بالدايجنوزز. طبعا لازم ناخد بايوبسي. البايوبسي كتيره بتبقى انسيجنال بايوبسي، بتبقى انسيجنال. ممكن تعمل بلوكال انستيزيا، نعمل انسيجنال. مستحب ان العين تشاف بين الجراح وبين الريت الفيرابيست من الاول، ياخد انسيجن وبايوبسي بعيد عن اي و اي. بعد ما ياخد بايوبسي من اريا يبقى عاوز يبعد عن حتت فيها بروزز وحتت فيها انفكشن من الاثنين دول. بالظبط. يبقى ياخد حتت قريبه من هيلثي بارتس، ان لو خد حتى نكراتك المفروض تعرف يبص. لو خد حتى انفكتد برضه هتبقى فيها هايبينيا كونجستشن وكونفيوز، بيبقى قليل وسيلز كتيره. عاوزين حته بعيده عن الانفكشن، حته بعيده عن النكروزز. وطبعا اخذنا بايوبسي طلعت كانسرس. عاوزين نشوف اذا كان في سيستميك ثريد اللي هو الاكستنت. هنعمل تشست اكس راي وات ساوند از ذا بيز لاين. وعاوزين نعرف اللوكال اكستنت في البوق وفي البول. طبعا ممكن نعمل اكس راي على المندبل ضعيفه قوي. عارفين عشان العظم ده اوستيوبينيك عاوز على الاقل 50% من الدنس بتاعته تروح. فالاكس راي لو بقيت البون ريفلكشن هتبقى فيري ليت. ومش بس كده، انتوا عارفين الاريا بتاعت الفيس والمندبل a lot of bones are super imposed. At times it's very difficult to assess the bone infiltration. لكن معروف طبعا اكس راي معروفه. لكن احسن كده الايه؟ سي تي. السي تي يمكن 3 دي ريكونستراكشن. والاحسن كده كمان الام ار اي. لا معروف في الاورال كافيتي في التان الام ار اي هو الستاندرد. عاوزين نشوف السوفت تيشو اوبتيزيشن، الام ار اي هو الستاندرد اكتر من سي تي. الام ار اي هو الستاندرد. فكان عندنا اللمب في النك عاوزين نعرف هي ميتاستاتيك ولا لا. بيتس يعني ام ار اي برضه او اف ام اي سي طبعا. بات سكان او اف ام اي سي. انا قلت لكم مره قبل كده انا راجل عنده الكادينوباثي جاي بليد نوب في اي جزء من الجسم. كل الكلام ده مره ثانيه، لكن الابروتش بتاع الجراحين ولا الكونديشنز بيبقى حاجه اثنين. يا اما واحد يرشط وبايوبسي اوبن بايوبسي، دي حاجه وحشه قوي. يا اما يستنى ويتأنى ويشوف يحاول يوصل للدايجنوزز من غير بايوبسي. الاف ان سي في الليمفدوز مش مفيده، لانها حتى لو طلعت منها ليمفوما هتبقى عاوزه تعمل لها ايه؟ لا ده انا هزعل، انا هزعل، انا مش هقصد ايه؟ انا راجل طلع النيو في تايبنج زي ما بيقول، زي ما محمد بيقول، النيو في تايبنج. فما تنفعش على السيلز، ده عاوز تاخد تيشو. فيعني ملخص الكلام ان اف ان سي از نوت ذا بيست انفستيجيشن تو اساس ان لارج ليمفدوز. And the biopsy, even a biopsy in general is not the first investigation. يبقى الواحد يجيب عنده ليف نوت في الرقبه او راجل كبير، الواحد يقعد يحاول الاول يعمل له سي تي فان بلس يعرف اذا كان دي سكند حاجه فايرال. انا عندي بس الشعر دول Thank you.
كنا نقول حكايه الاتنسين، وبما ان هو حكايه الليل نوز، وبما انكم كلكم شاطرين عظيم، احنا نقول الليل نوز دول في يوم الايام السبت ان شاء الله. فالواحد لما يبقى عنده سيجنفكت بالنيرابيتي، طبعا اللي فتح الكلام ده حكايه اللسان، لما واحد يبقى عنده نوم كارسينوما سموير ومعاها ليف نوم عاوز يعرف هي ايه، هو ده الغلط الوحيد اللي بيسموه هي ابنسيت، عشان هو عاوز بسرعه يبص على السال دي مالجنت ولا لا، تبقى حاجه سهله. اما الطريقه الثانيه اللي في كل الليف نومز التانيين لما عنده سيجنفكت ليف نوم دي، يعني ايه سيجنفكت؟ يعني مكان خطر، يعني حجم خطر، يعني كونسيستنسي خطر، يعني ريليشنز خطر. يبقى مش واحد عنده تندر سمول سوفتش سبنديبلر ونقول يلا نعمل له حاجه ولا انجوينال. لكن انا كنت لسه عامل بايوبسي لواحد عنده لينفوما قديمه وخفت وجاي بليف نوت في الانجوينال قد مش عارف 5 سم وفيرم وماسكه، يبقى اكيد دي حاجه. فالواحد لما يبقى عنده سيجنفكت لينفوما، يعني ايه سيجنفكت؟ يعني مكانها خطر، يعني حجمها، يعني كونسيستنسي، يعني علاقتها خطر. يبقى في تو ابروتشز، الواحد يعمل فيري ايرلي اوبن اكسجن بايوبسي في الاول، والابروتش ده مش مستحب لسببين، سببين كده، لانه ممكن ياخد بايوبسي ما يوصلش برضه للتشخيص. طب بعد كده هيعمل ايه؟ لما وصل هو للالتيميت وما وصلش للتشخيص، يبقى يرجع يعمل نون انفيزيف تيستس، يبقى قلب الحكايه. والحاجه الثانيه ان لو طلعت مالجنت، لو هي طلعت مالجنسي يعني جو ميتاستاتيك، هي امبير ذا ريزلتس اوف بوتنشال كيوريتيف نودل ديسكشن، عشان عمل انسيجن وريتش الليف نودز اند سو اون. فده الاعتراض عليها، الاعتراض على الايرلي اوبن اكسيجن بايوبسي هو الاعتراض كده. اما الابروتش المحبب للناس اغلبيتهم بس اخطا، الواحد بيبقى يقول يلا بقى لما اخد بايوبسي واخلص، يبتدي يعمل بلاد تيتس وايميجنج بيفور بايوبسي. بايوبسي تبقى ذا لاست ريزورت، وان يو ار انيبل تو ريتش دايجنوزز باي اذر ميثودز، يقول بقى يلا نعمل بايوبسي از ذا لاست ريزورت. اللي في الاخر لها مره او مرتين كتيره قوي، بس هتتعمل في الاول يوم السبت. لان في نسيب في الليبنودز جنرالي نوت ذا ميثود اوف انفستيجيشن، يعني if you're going to biopsy a node, you will not FNC it. يعني الفورم تخصص الـ FNC بس عشان اللي عاوزين نعملها يمينو في تايبنج على التيشو مش على سالس. ويبقى الا في الوضع اللي انا بقوله ده. واحد معروف انه كانسر وبالاساس، او معروف انه كانسر ومتعالج ورجع من الليف نود. يبقى احتمالاتنا ان احنا عاوزين نستبعد الايه؟ الميتاسيسيس تبقى بـ FNC. دي حاجه معروفه قوي. يبقى دي الانفستيجيشنز اللي الواحد يعملها. لو عدناها محمد حسن قول لي كده بنعمل ايه؟ انفستيجيشنز؟ بنعمل ايه انفستيجيشنز؟ الليف نودز؟ لا كله، لا كله. كله، كل الانفستيجيشنز بتاعت الطن، نرجع للطن. مش عارفين احنا اتكلمنا على دي ليه، ولا دي حاجه انتربتد في المين ستريم بتاعنا. خرجنا من مين ستريم، كان مشيت في مين ستريم اسمه الكانسر تاند، خرجنا منه وعملنا حاجه وبعدين رجعنا تاني عشان نطلع النقطه دي للمين ستريم. قول هنعمل ايه؟ بناخد بايوبسي، هنعمل بايوبسي انسيجنال باللوكال انستيزيا من غير الانفكشن وغير النكروزز. وبعدين نبقى عايزين نشوف السبريد، ممكن عايزين نشوف السبريد. الام ار اي سيمس بي ذا ايديال ثينج عشان نشوف السوفت تيشو انفلتريشن. الام ار اي سيمس بي ذا ايديال ثينج، احسن من السي تي. الام ار اي ممكن ما يوريش العظم قوي زي ما انتم عارفين، بيوري العظم بطريقه انه بيوري الكورتيكال بون، ما يوريش الميدالري بون والكانسلس بون، لانها بتبان زي ما انتم عارفين، بتبان كده قصدي متاسف، بتبان الميدالري بون ما بتبانش الكورتيكال بون. انتم شفتوا معايا قبل كده. بعدين هنعمل ايه تاني؟ ليمف نودز ونشوف افكشن. ممكن نعمل سي تي برضه في دايمنشنال، ممكن نعمل بون اكس رايز، بس مش هتفيد قوي لان هتبقى عاوز يبقى في ماركوس سبيني قبل ما تبان. وبعدين نعمل افنسي لو كان في ليم نوت، ونعمل تشيست اكس راي وهم انفصال، وهنبعت العينين دول لانهم اورال كافيتي تيومرز،
انا عندهم بتاع الدنتست لان عندهم اي اسنان مش ظريفه يبقى لازم يعالجوها او يشيلوها قبل في علاجهم، لان لو عالجناهم اسنانهم فيها كاريز ودينا لهم ريدي ثيرابي بتعمل لهم كومبليكيشن وحشه قوي اللي اسمها ايه انت عارف؟ لما الواحد ياخد ريدي ثيرابي بيبقى في ريسك ان البون بتاعته بتكروز. بيقول عليها اوستيو ريدي نكروز. بيقول عليها اوستيو ريدي نكروز. تبقى فين ديسبوز تو اف ذا تيث ار نوت مين. فدي حاجه من الحاجات المعروفه قبل الواحد يدي ريدي ثيرابي للبوق، قبل الواحد يعمل جراحات على البق بيبعت العيان للدنتست. جراحات كبيره طبعا زي مش جراحات يعني هشيل مش عارف، يبقى هيروح للدنتست. الدنتست هيعمل له شوف السنه كلها اللي فيها هيتحشي، اللي فيها تعمل له روت كانال، اللي فيها اي حاجه بتتعمل بحيث ان اسنانه ما تبقاش فيها اي كاريز ولا انفكشن. لان لو جينا ريدي ثيرابي الاسنان كاريز هتعمل اوستيو ريدي كلوز. ذا بريدت كومبليكيشن اوف ريدي ثيرابي بريدت طبعا يعني مكروه قوي. انا نسيت اقول لكم حاجه كمان، نسيت اقول لكم السي تي وحش في البق لان ناس كتير قوي بيبقوا حاطين حاطين حاجات في اسنانهم، والحاجات اللي في اسنانهم دي هتعمل ارتيفاكتس فتخلي الواحد ما يشوفش كويس. طبعا ده غير ان الناس دول ممكن يكونوا كبار، ممكن يكونوا اعوذ بالله فقدوا بقيدات بس فقدوا كل اسنانهم. هنتكلم بقى في جاي نتكلم عن فيتنس بعد الفيلم عشان احنا قلناه ده في ريدو ثيرابي. هنتكلم بعد كده عن فيتنس. لو تفتكروا التريتمنت اكسبت لو كان العيان نوم مالجنسي اند يو تو اكسبلود ذات ذا نوم از ميتاستاتيك ذن اف ان سي تبقى لاو يو كان اف ان سي نوم اونلي if you are if you are يعني often excluding a deposit in the node in the known cancer patient. واحد معروف ان عنده cancer larynx او cancer pharynx او cancer gut متعالج وجاب نود او هو قبل ما يبتدي يتعالج عنده ليمف نود، عاوزين نعرف دي متاستاتيك ولا دي نون متاستاتيك. you can have to see any node but it will not be of significance. يعني لو احنا عاوزين نقول يلا less FNC no known will object كل واحد عاوز يشتغل، واحد قاعد بيعمل FNC حاضر مش انت بعت لي اعملها لك، لكن تبقى فاليو بس لما تبقى عارفين ان عنده كانسر وعاوزين نعمل له مش عنده كاس. انا بكلمكم بسرعه قوي ولا ايه؟ هتبقى التريتمنت محمد حسن فاكر الابروتش التريتمنت لما قلناها مرات كتير مكتوبه الابروتش فاكرين لما بنتكلم على علاج الحاجات حد يقول هي ايه الاختيارات؟ ايه الاوبشنز؟ ايه التفاصيل؟ هنختار ازاي؟ ايه السبيشال سيركمستانسز؟ ايه الجديد؟ احنا شفتوا فاكرين الطريقه دي؟ عملناها احمد علي عملناها ولا بس عملناها كتير قوي مش عارف قريب عملناها ايه لا حاجه زي قريب ايه؟ في النيرفز وفي النيرفز كمان. طيب يبقى الطريقه طبقناها خمس مرات دي طريقه بروبوز ممكن تغيروها. انا بحب اعملها كده لكن انتوا ممكن تعملوها باي طريقه. فالواحد اول حاجه بيقول عندي يعني كانسر طب ممكن اعالجه بايه ولا بايه ولا بايه ولا بايه ولا بايه؟ طب ايه تفاصيل الحاجات دي؟ يعني ايه الفورم؟ ايه الانديكيشنز؟ ايه الكومبليكيشنز؟ طب هختار ازاي من دول؟ طب هختار ازاي من دول؟ جزء منها تبقى الانديكيشنز. طب في سبيشال سيركمستانس خليني اختار حاجه معينه، طب في حاجه جديده ويحط الحاجات دي في ذيس هيدنجز. فبقى اول حاجه ايه الاوبشنز؟ سيرجي ممكن ندي كيمو ثيرابي ساعات. طبعا هرمون ما فيش هرمون ثيرابي هنا، يبقى ممكن ندي كيمو ثيرابي طبعا ماهيش هي الستاندرد، لكن ممكن لو كان اوبربل نديله وادفانس ممكن ندي كيمو ثيرابي او ساعات ندي ادفل، لكن هي شيل ستاندرد. يبقى عندنا حاجتين يا ريجو ثيرابي يا سيرجي. يبقى عاوزين نتكلم على تفاصيل الحاجات دي. تفاصيلهم يعني ايه؟
يعني سيرجري، هنعمل سيرجري ان فورم اوف ايه، وهنعمل ايه مشاكلها وهنعملها دي التفاصيل. بعد كده نقول هنعملها امتى، تاخدها ان هي تشويس. فالجراحه دايما لها شقين، عارفين الجراحه قلنا الكلام ده في الوونز، قلنا لها شقين، شق الواحد يشيل على قد ما يشيل، عاوز بعد كده ريكونستراكت ولا هيسيب العيان نوت فانكشن بروبرلي عنده رؤيه ايه، يبقى عاوز جزئين زي ما بيقولوا اكسايز ريكونستراكت. يبقى اول حاجه ايه الفورمز اوف سيرجري، في اكسيجنال فورم هيشيل الكاسر بتاعنا، طبعا هيشيل ليجن سيكتي مارجن دي، هتأماونتو أباشر جلسكتومي أهمي جلسكتومي أو إيبن توتالي أتوتال جلسكتومي. هو واحد لما يشيل ليجن على حسب حجمه هيشيل سيكتي مارجن، السيكتي مارجن تتراوح ما بين سنتي لاتنين سنتي، هتتراوح ما بين سنتي لاتنين سنتي، كل ما الليجن يبقى ان سيتيو كل ما يصغر يشيله يشيل سنتي، لو كان الليزر هيشيل ما بين سنتي ونص ل 2 سنتي. يبقى لو عنده ليجن 2 سنتي ويشيل من حواليه 2 سنتي من هنا و 2 سنتي من هنا و 2 سنتي من هنا، يبقى ده هي اماونت تو، يبقى عمل له بارشال جروسكتومي، هيمي جروسكتومي او توتال جروسكتومي. شال له عاوز ده السمك كله، السمك كله طب هو هيعمل ايه لما يشيل السمك كله؟ مش هيشرب الحاجات ياكلها وبعدين تروح فين؟ لازم الانسان يقوم مرجعها لورا، يبقى لازم اعمل له ريكونستراكشن. ده مش بس كده، ممكن يشيل لسان، اعوذ بالله برضه دايما يعني مع الماندبل، ده ممكن التيومر يبقى لازق في الماندبل، فممكن يشيل حته من الماندبل يعمل ماندبلكتومي. والناس ويبقى اللي بيعمل ماندبلكتومي لازم يشيل معاه النوز. الناس متفقين مفيش ماندبلكتومي من غير ما يشيل النوز، لانه لو عمل مندبلكتومي جاي تبع النودز يبقى صعب قوي يتابعها. يبقى اللي هيعمل مندبلكتومي هيعمل بوكتنج ديسكشن، ويبقى عمل هيمي جلوسكتومي او بارشل او توتال، وشال حتى من المندبل وشال النودز، ويبقى سمى العمليه هيمي جلوسكتومي ولا بارشل بلس كوماندو. كوماندو هي الاكرونيم، مش بتكتب بالكبير انها اكرونيم، ولا حتى لو كتبتها بالكبيره تبقى انتوا عارفينها اكرونيم، مش اسم كوماندو، لا كوماندو دي يعني كومبايند ولكن انك ديسكشن اوبريشن. يبقى ده فورم، بس ده فورم الجزء الايه؟ الاكسجن. ده واحد ما كتبش ريكونستراكتور يبقى نسي النص. يبقى الناس اللي بيعملوا الكلام ده بيبقوا كتير قوي يسموه اونكو بلاستيك، ان هم في الاخر عاوزين ريكونستراكت، وساعات يبقى في اثنين جينز، تيم بيشيل وتيم بيريكونستراكت. ودي حاجه كلنا اتعلمناها، ان الواحد ما يحبش كلنا نفسنا نبقى الابطال المحتاجين في العالم، بس دي مش حقيقه. وفي الاخر الواحد عاوز يعمل اوتكم كويس، مش عاوز هو يبقى البطل والعيان يموت. فاحسن ان الواحد يقعد يشتغل 10 ساعات لوحده وفي الاخر يبقى مبسوط هو لوحده. كورولس هيعمل حته وعمر هيعمل حته وسامي هيعمل حته وانا هعمل حته، كلنا مبسوطين وفي الاخر واحد بيسوبرفايز، يبقى في تيم يبتدي حضر الفلات، التيم بيريسيت، وبعد كده التيم الريسيتر هيطلع بره يشرب شاي وقهوه ومش عارف ايه، وبعد كده يبقى يرجع تاني يشتغل مع التيم التاني اللي ابتدى وهو فريش. وكلنا مجربين الحاجات دي، لما الواحد بيتعب قوي بعد اربع خمس ساعات شغل يبقى كل اللي نفسه يعمله ده يمشي ويسيب وقت العمليات خالص. فتيجي تيم فريش يبتدي هو يشتغل، فبيبقوا اسمهم الانفو بلاستيك، اسمهم مش هنشوف الريكونستراكت. فعلا دلوقتي ازاي؟ طبعا المشكلة الأساسية بتاعت الجراحة دي، المشكلة الأساسية إن إيه؟ كوزمتيك ميوتيليشن، بتشوه ميوتيليشن وفانكشنال، البتاع هيبقى صعب، الكلام هيبقى صعب. You'll be surprised if you know that someone may remove one third of the tongue or have one third of the tongue removed with no functional effect. ممكن واحد يشيل لغايه نص تلت من اللسان ما حصلوش مشكله، يسيبه حتى جانبيه. فالمشكله الاساسيه بتاعت الجراحه هي الميوتيليشن. ميوتيليشن ميوتيليت يعني شوهها، غير الشكل طبعا. ميوتيليشن فانكشنال يعني ميوتيليشن مشوهه ومش بتشتغل كويس، فدي الكومبليكيشن. الفورمز بتاعتها قلناها، الفورمز بتاعتها الواحد عاوز يشيل
عادي اكسجنال بارت بنستنى بالضبط على الدوائر عادي نشيل الاريا سيفتي مارجن سيفتي مارجن بيبقى اول اراوند وفي كمان في الدبث يعني اول اراوند هنقول عليها كده اول اراوند خلاص بس سايز اوف ذا لو كان ان سيتيو بنكتفي بسيفتي مارجن سنتي ويمكن نص في الدبث لو كان انفيزر بيبقى بيفاري بين 1.5 و 2 سنتيمتر ان سيفتي مارجن بقى ده يكون تو بارشل تو هيمي تو توتال فاسكتومي ويمكن معاها كمان مانديبيلكتومي ويمكن معاها عملنا مانديبيلكتومي هنعمل بافت انديسكشن طبعا في نودز وعملنا مانديبيلكتومي ما عملناش هنشيل النودز طبعا زي ما قلنا امبارح ونرجع نتاتش عليها كده بسرعه قوي قوي بس في حاجتين جداد او في حاجتين بيتعملوا عشان الواحد يوصل للسان وهو مستريح عارفين يوصل لسان ازاي ده يفتح البق هيبقى بداية فبيعمل ليب سبليت يعني ممكن الواحد عشان يبقى واصل للسان يشيل كويس ما عملش كومبرومايز بتطلع مرات كتير قوي من مشاكل جراحه كتير هنا كده اكسبيلتي انا لو طلعت اللسان ده على الترابيزه وقصيت منه حته وخيطته طب خلاص ايه المشكله؟ بس انا عاوز اعمل كده وهو جوه وانا مش عارف اشوف وانا بشد واحد بيشد لي ودي تعبت ومفيش نور وفي نزيف وفي اسكس كبيره ثانيه كده فالواحد بيعمل ليب سبليت مش بس كده بيعمل مانديبلوتومي كمان يعني ممكن يقص المانديبل من غير ما يكون هيشيله ويعمل ليب سبليت يقوم يبقى البق الحمد لله ده كله اعوذ بالله يعني مفتوح قدامه خالص بقه مكسور والمانديبل بتاعه مكسور ويقدر يتعامل مع التانك عكس الطريقه اللي انا كنت بلاحظها اللي هي من غير ما يفتح بيقول عليها بول ثرو الواحد يبقى فاتح البق وشادد ومش عارف تراكتنج وعامل ايه يبقى يمكن يوصل من الرقبه للبق يبقى دي كلها بول ثرو لكن الطريقه الاحسن هي يعني الواحد يعمل الليب سبليت يعمل مانديبيلاتو ممكن يوصل للدرجه دي عشان يحسس عشان يوصل بس الحاجه الثانيه اللي هي نسبيا جديده برضو ان الواحد كتير قوي بدل ما يعمل توتال ريسكشن ماندبل بيعمل مارجن ريسكشن يعني مش لازم الواحد يشيل ماندبل كله ساعات يشيل الاندولر مارجن بس يشيل حته من ماندبل فما يضطرش يعمل مانديبلر ريكونستراكشن طبعا لو كان الحاله تسمح لكده ففي حاجتين بيتعملوا اللي هو الليب سبليت والمانديبلاتومي اوبوز تو ذا فول ثرو والايه المارجنال مانديبل ريسكشنز از اوبوز تو كومبليت ريسكشن اوف وان سايد اوف ذا مانديبل يبقى دي الفور ودي الكومبليكيشنز لسه فول بتاع ريكونستراكشن شيلنا طبعا العين محتاج دم العين يمكن يحتاج يتعمل له الاكيوستومي لانه عمليه على الرقبه وممكن يحصل فيها اديما وممكن يحصل فيها بليدنج ممكن انا اعمل تراكيوستومي كمان ريكونستراكت ازاي؟ الناس بيريكونستراكت ازاي؟ ريكونستراكشن لها مرة قريبه بس الواحد اللي بيريكونستراكت منه غالبا بيجيب حته جلد وانت تطلع تشوفوا معايا دلوقتي حاجه كده فوق حته جلد مع البكتوراليس ميجر ماسل عارفين الماسل بتدي برفوريتس بتغذي الجلد فالواحد يقدر يعمل حركه ظريفه قوي يقدر يقوم فاصل حته جلد اول اراوند بس مخليها ماسكه في الماسل ويديسكت الماسل بالارف بتاعها والبين كار ويبقى الارف والبين كار ماسل والماسل وحته الجلد فوقهم محصوله اول اراوند فيبقى يقولوا عليها ايه دي؟ ما في كان ازاي هندر لا اسمها مايوبيدس لا بس ما هتبقى الجلد هيبقى ايلاند لكن بلاش النقطه دي دلوقتي بس اسمها مايوبيدس لا اسمها مايو كيكينس لا الواحد يقدر يرسم بس لازم كلها ارك البين الناس بيروحوا ابعد من كده طبعا اشهر فلاب ان الناس بيستعملوها في ريكونستراكشن او هذا النك هي الباك ميجر هي الباك ميجر اللي تسمى الزرساي ممكن بس الباك ميجر اكتر منها ال دي مشروع ايه للار وللبريست
واشهر منها ترام الترانزستور كذا نورمالز عملناها دي ايام البلاست فطلعت معايا دلوقتي كمان شويه ال دي فلاب هتشوفوا ال دي فلاب بتاخد الحته في الفور ارم هنا او الكيبت الفاص يعني فبياخدوا التاك نيجر بياخدوا التاك نيجر ازاي استخدام التاك بتستعمل مش بشكل حته بون وحته سب تيشوز يا دكتور بعد كده بتوصل ارتري في اي ارتري تاني يعني والفنت لا لا ما قلتش كده لسه ما قلتش كده لسه انا التاك ميجر بتتلف لكن اسامه كان عاوزنا نعمل حاجه ظريفه اصعب عاوزنا كنا نوصل ارتري فين ونروح نوصلهم بارتري فين موجودين في الرحم دي اللي هي الفيتش ترانسفير اللي بتنيبل ده ريكونستراكتيف سيرجن اللي هو جزء البلاستيك اللي هو بين التيشو من اي جزء من الجسم لاي جزء تاني. لا مش بس كوزماتيك، كوزماتيك وفانكشنال. ده ممكن ياخد حته عظم. يعني الفلاب الاشهر اللي هي الراديال فور ارم فلاب. ياخدوا حته جلد من الراديال فور ارم بالراديال ارتري حته عظم بالراديوس ويروحوا يوصلوها للباسلز بتاعت الرقبه فندف هياخدوا الارثي والبين هيقصوا الارثي والبين هيقصوهم ويرجعوا يوصلوهم في الرقبه فري فلاب دكتور معلش حضرتك بتقول بتلف هتلف مش عارف يعني دي هتلف بقى ما تطلع فين يعني؟ دي بتفرس تطلع من جوه يعني؟ في الرقبه دلوقتي ممكن ديرو لو كنتوا الموضوع ده بقيتوا هنرميه عشان ما بنعملش وظائف. احنا كنا بنتكلم على موضوع التنج والله ده للتنج ده له يوم بس انتوا انا هريحكم دقيقه هريحكم دقيقه هتطلعوا تشوفوا واحده معايا حالا دلوقتي بس انتوا اصبروا معايا لحظه. ممكن الواحد يمسك اي تيشو في اي حته من الجسم يسلك الارض والبين بتوعها وحساسات النيرف ويقصوا هيقصوهم ويرجع يحطهم في مكان جديد يوصلها الارثي والبين يوصل الارثي والبين ويبقى الحاجه هتعيش هتعين عن بيتها الاصلي بالارثي والبين طبعا جديد وده طبعا يوزن المايكروسكوب البروسيدير ده يو كان ريكونستراكت انجنج لغايه ما الواحد ياخد البيك تو يحطه بدل الثم دلوقتي بعد ما عندوش ثم عاوزه يلاقي ياخد البيك تو يحطه هنا يعمل اي حاجه هو عاوزها بنعمل مايكرو واسكلر تيشو ترانسفير هاي ترانسفير تيشو فروم اني بارت اوف ذا بودي تو اني اذر بارت طبعا عمليه تاخد وقت طويل عاوزه تدريب معين في حاجات في الجراحه اي جراحه انا لكن في حاجات في الجراحه جراحين لازم يكونوا خدوا تريننج معين على دي مش مساله ان انا صعبه لازم يكونوا تريند عليها فيقوموا يعملوا البروسيدير ده يبقى تيم بيرفع الفلاب دي عملنا التيم ده بيشتغل ويشيل بعد كده يروح يعمل مايكرو واسكلر الصغير مش نفس التيم بقى يقعد يشيل ويموت وبعد كده يطلع دي بعد كده يوصل وبعدين يبقى بيعمل اصعب عمليه وهو اصعب حتى من العمليه هو تعبان قوي بالظبط الحاجات دي كلها تريكس الناس اتعلموها مع البراكتس فيقوموا نظريا دلوقتي في اثنين فلابس مشهورين في ريكونستراكشن بتاع الماندبل وفي ريكونستراكشن بتاع الهيد اند نيك المايك ديس بتاع التاك ميجر اللي هي مش فري دي فلاب الفلاب باي ديفينيشن بتبقى متصله بالارتري فين بتوع الاصليين الاصليين لو تفتكروا التاك ميجر واخده جنب من الارتري اللي هو اسمه كرومي ثوراسيك او رابع كروميال بتاع بتاع ايه تفتكروا؟ بتاع الاكزيلري بتاع الكرومي ثوراسيك اللي الواحد لازم يبقى عارف هي بيز على ايه؟ اللي انا عملته معاكم ده دليل كان قاطع ان كنت لازم ابتدي اقول لكم تاني كونستراكشن لوحده فاحنا كنا جينا هنا قمنا حاطينه في مكانه عشان كده احنا ديفيتد عن الحاجه الاصليه اللي هو اكسجن ريكونستراكشن ف يو كان ريكونستراكت ذيس افكتس يوزنج ايذر ذا تاك ميجر ماي ديف سلاب بيز اون ذا كروموثراسيك اوف ذا اكسيلري اور فري فلاب فروم ذا فور ار راديال فور ار فلاب فري طبعا فري فلاب ده اسمه بارادوكسيكال لانه فلاب ما تعرفش تبقى فري بس بنقول فري يعني مايكرو باسكلري انستموز
in the recipient site. You can take it even part of the radius. You can get the excision, you can get the reconstruction. The flaps, the يوم بحاله قريب قوي ان شاء الله. اول ما نخلص الكيس هناك هنعمل فلابس عشان تبقى ريليتد اللي هو الاسبوع الجاي يعني ان شاء الله. يبقى فور كومبليكيشنز. الانديكيشنز بتاعت الجراحه. في حد بيحب الجراحه؟ لا ما حدش بيحب الجراحه، لو انتوا بتحبوها عينك بواجب. يبقى الجراحه بتستعمل لما الريد فيرت تكون مش ممكن تستعمل. أو لما الجراحة تبقى الكومبليكيشن بتاعتها مينيمال. يعني إيه؟ يجي صغير قوي هنشيله من غير ما نعمل ميوتيليشن. يجي صغير قوي اللي هو مين اللي ينفع فيه؟ اللي هو ريكي فرق تنفع فيه برضه. اللي هو تي واحد لغاية 2 سنتي، ما ده سنتي يعني هنشيله بحاجة صغيرة قوي فعليه بقى ولا حاجة. يبقى هنستعمل جراحه لما الجراحه تبقى الكومبليكيشن بتاعتها مينيمال، اللي هي تبقى فيري سمول ليجنز اللي هي ريدي ثيرابي برضه فيها افكتيف، او تبقى ريدي ثيرابي ما ينفعش. ما ينفعش ليه؟ خد ريدي ثيرابي مش جايب نتيجه. خد ريدي ثيرابي حصل له ريكارد. التيومر ماسك في العظم. الريدي ثيرابي مش مستحب الواحد يديها التيومر ماسك في العظم عشان تاثر العظم تعمل زي ما قلنا اوستيوريديوكروزز. الريدي ثيرابي لها مشاكل معروفة، مشاكلها انها بتعمل ميكوزايتس وزيروستوميا ولاس اوف تيست واوستيوريدينوكوزز وسالادينايتس. ليه بتعمل سالادينايتس؟ بتقلل البلاد سبلاي، وعشان ايه كمان؟ بتقلل الايه؟ الفلو بتاع السلايفا. فلها مشاكل معروفة. الجراحة بتعمل ميوتيليشن. الريدي ثيرابي بتعمل مشاكل معروفة اللي احنا قلناها ونرجع نقولهم تاني. يبقى الجراحه بتستعمل لما ريدي ثيرابي ما بقاش ممكن تستعمل الا لما تبقى مشكله قليله، ليجن صغير او ليجن كبير قوي هو من اصل ميوتيليتنج. او لو كانت ريدي ثيرابي بياخد ريدي ثيرابي مش جايب نتيجه، خد ريكيرنت ماسكه في العظم او اون توب اوف في كانسرز ليجن. يعني لما تبقى في كانسر تعمل اون توب اوف سيفلس ما ينفعش ياخد ريدي ثيرابي عشان السيفلس اوريدي عامل اند ارترايتس. يخلي الريدي ثيرابي ايفكتيف وسيريس. ما الريدي ثيرابي يعمل انت ارثرايتس كمان. يقوم يزود الكومبليكيشن ويبقى مش ايفكتيف عشان مش بيبقى واصل له اوبشن لكل ستيكس. يبقى الانديكيشنز اللي هما ليجنز راديو ريزيستنت بيكوز ذي ار اون توب اوف بريكانسس ليجن او ذي ار ريزيستنت تو ريديشن او ريكيرد او ماسكه في العظم أو صغيرة أوي أو كبيرة أوي. Indications for the conditional form. Excise and reconstruct. The complications معروفة. يبقى بعد كده عاوزين ننتقل الكلام على الريديو فيرتي، عاوزين نخلص. عاوزين نخلص علشان مش عاوزين بكرة يبقى لنا ليل، عاوزين بكرة نعمل الدوز ونخلص. عشان يوم الأحد إن شاء الله هنعمل نقول هنبتدي موديول 9 وهيبقى عندنا في الموديول 9 دي بلاستيك هنعمل فلابس والفلاب تبقى بلد والانزيلري والمانديبلر انجريز والميلانوما والبيزل سيل كارسينوما. الريديو ثيرابي الفورم بتاعها يا جماعه احنا بنيجي ندي ريديو ثيرابي للفورم بتاعها دي بتدي ليه فرقتين، يا من بعيد يا من قريب. من بين الرول اكسترنال بي من قريب اللي هو اسمه ايه؟ براكي ثيرابي. براكي يعني مين؟ براكي يعني مين؟ يعني براكي ثيرابي يكون يركب وايرز امينز اريديوم وايرز امينز. يبقى دي الفورم بتاعها. هندي اريديوم ثيرابي ازاي؟ هندي من بره او براكي ثيرابي. ايه اللي ممكن يحصل وحش في اريديوم ثيرابي؟ ايه مشاكلها؟ لسه ما قلت لكم ريدي ثيرابي للاورو كانت بتعمل ميكوزايتس. ريدي ثيرابي از انسلت تو ذا بودي، بودي رياكس باي انفلاميشن بتعمل ميكوزايتس. تخلي السيرفي جلاند تزعل تبطل تشتغل يبقى البوق ناشف. على قد ما البوق ناشف دي حاجه شكلها بسيطه، على قد ما تخلي الواحد ولا يعرف يبلع ولا يعرف يتكلم بقى قاعد متضايق طول الوقت. عنده زيرو ستوميا وميكوزايتس، وزيرو ستوميا تعمل سالينايتس، تعمل بروتايتس وسب مانديبلر سالينايتس وال
والحاجه الثانيه تعمل لوس اوف تيست تخليك مش عارف يدوق كمان. انتوا عارفين بني ادمين فيري فراجايل يعني عشان يبقوا عايشين مبسوطين قصدي يبقوا بيدوقوا بقهم بيتكلم وعندهم ريق وعندهم غير كده تلاقيهم عايشين وكل حاجه لكن حياتهم وحشه. لوس اوف تيست وزيوستوميا وسالادينايتس وجوزايتس دي كلها لاعب برضه يعني. لكن بقى في حاجه وحشه قوي تخليهم بقى فعلا متضايقين قوي جالهم اوستريكوزس جالهم سيكوستريشن وديث اوف ذا ماندبل يعمل بقى فيري باد اوفر ويعمل ساينسز وانفكشن وتبقى بقى مشكله بجد. عندنا فيري فيو كومبليكيشنز زيروستوميا والسوسيكول سالينايتس والميكوزايتس وال والايه يا ربي واللوس اوف تيست والاوستيوريدين كلوزز. عشان كده قبل ما نعمل الاوستيوريدين كلوزز بتحصل ممكن تحت اي ظروف لكن تحصل اكتر لو كانت التيث مش نظيفه والاورال هايجين مش كويس. عشان كده الناس بتروح بيزوروا الدنتست الاول ينظفوا اسنانهم كانوا زمان يشيلوهم دلوقتي بينظفوهم يحشوهم ويعملوا روت كانال ثيرابي ويحطوا كل حاجه عشان يقللوا الكومبليكيشن دي. خلاص قربنا نخلص الانديكيشنز طبعا بتاعت الانديكيشنز بتاعت الحاجات دي هي عكس الانديكيشنز بتاعت الجراحه من هنا ليشن صغير لغايه 4 سم اللي هو تي 2 لغايه تي 2 ما بقاش تي 3 ما بقاش حاسس في العظمه ما بقاش انطبع في كانسس ليجن ما بقاش ريكارنت او بريديو ثيرابي حاجه ما فيهاش اي مشكله خالص. الانديكيشنز فور الانديكيشنز اللي احنا خلصنا ده الحاجات الجديده هنقول الشويس حالا دلوقتي الحاجات الجديده اللي هو تعرضنا امبارح اللي بيقول عليها الفوتو دايناميك ثيرابي قلنا ساعات الرقم عالي في التنج وفي الاورال كافيتي بطريقه ظريفه ويف ويف لاند من الليزر مخصوص يروح للليجنز بعد ما تبقى فوتو سنسيتايز بالكوربرين. طبعا اوعوا تفتكروا انكم هتمبس اني ون باي سوفيستيكيتد تكنولوجي يعني مش ده اللي بيتبس الناس مش ده الغلط انكم تدخلوا حد تقول له فوتو دايناميك ثيرابي انا ما اعرفهاش فممكن اي مش ده الغرض. الغرض الواحد يبقى كونسيستنت وبيعرف يفكر وبيسك لكن في نفس الوقت لازم يبقى مطلع على الحاجات اللي ممكن يسمع عنها وما يستغربش يقول عليها فوتو دايناميك ثيرابي بيدوا فوتو سنسيتايزر اللي هو البورفرين المالينجنت سيلز تاخده بريفرنشالي بيسنسيتايز ات للايفكت على اللايت يقوم اكسبوز ات اللايت الويف لاند اوف لايت اللي هو ليزر ما هو الليزر ات اند اوف دايز لايت هم دول يتاثروا قوي بطريقه رخيصه بسيطه اسمها فوتو دايناميك ثيرابي اسمها فوتو دايناميك ثيرابي استخدمها هنا الحاجة التانية انا بقولها تاني الحاجة التانية ان ممكن نستعمل الانسيجن بتاعت اللسان والحاجات دي اللي بنعملها ممكن نستعمل فيها كربون دكسيد ليزر عشان انتوا سمعتوا عن كربون دكسيد ليزر ممكن يقطع في التيشيرت بدل ما نستعمل سكينة في الحالة دي ممكن نسيب اللسان حتى لو سيبنا حتة صغيرة منه يعمل ايه لوحده ريجرانيليت لوحده لو شلنا حته صغيره منه ممكن نسيبه رو ريجرانيليت لو كنا مستعملين بالذات السي او 2 ليزر اللي انتوا بتتكلموا عليه ده. نيو ثينجز خلاص تشويس التشويس طبعا احنا قلنا انت بنستعمل جراحه انت بنستعمل الثيرابي لما تجيبوا مع بعض كده بنستعمل جراحه انت جراحه ساره بنستعمل جراحه انت ولا ريدي ثيرابي قلنا بنستعمل ريدي ثيرابي انت لو كان ليجن صغير يعني لغايه 4 سم لو انا كنت ماسك في الماندبل بالظبط كده دي كمان ولما يبقى نوت ريكارنت اوف ريدي ثيرابي if someone has already received the full dose of radio therapy they can't be given another dose otherwise the rate of complication will be very high if it's on top of the cancer lesion وبس طبعا you can use radiotherapy for advanced cases palliation you can palliate lesions using radiotherapy والجراحه طبعا بالعكس
السبيشال سيركمستانسز اللي هي بتاعت ال البوستير ثيرد. البوستير ثيرد بتاع الطعم شيله صعب على صوت البلاستكتومي غير كده ياخد ريدي ثيرابي تراكيوستومي. البوستير ثيرد ياخد ريدي ثيرابي وتراكيوستومي. لا لغايه بس الايفكت بتاع الريدي ثيرابي علشان الريدي ثيرابي بيعمل قديمه وبيبقى في خوف ان الهيروين تبقى كومبرومايز. احنا عاوزين نعمل امتحان نيرفز انا قلت لكم عليه، عاوزين نعمل امتحان فيس اند نيك، وعاوزينكم تراجعوا الكريد نيرفز عشان نرجعهم مع بعض. وقت مش البيت. انا مش نيورولوجيست، انا بقول لكم بس بسبلاي ايه وايه 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 بسرعه، انتوا عاملين الحاجات دي عشان عاوزين نعملهم. طبعا الليف نودز بتاعت الطن معروفه بنعملها ازاي مش كده؟ الليف نودز دي السكه مش قلنا عليها امبارح؟ ايوه. طيب واخر حاجه بقولها اللي هو لو ناويين اوبرول او الكانسر تايم اوبرول يبقى علاجه طبعا هيبقى بالجي بريد ثيرابي كيمو ثيرابي. هو الناس مش عارفين ياكلوا يمكن تحط لهم ان جي تي ونعمل لهم جينوستومي، يمكن مش عارفين يتنفسوا نعمل لهم جينوستومي. استنوا بقى دي واحده لما نقول بس ما هو حضرونا العيان ده.